السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار إن شاء الله نهضروا على ما هي الصفات اللي ممكن أننا نلقوها في صغار الأنانيب اللي نخليهم الكسيبة. مثلا شحال من واحد كيسولني في لي كومونتير سموهما الأنانيب اللي نخلي من الخلفة ديالي، يعني اسمهم الصفات ديالهم، اسمهم السلالات، يعني اش نقدر نفيدكم بهذه الحلقه بهذه المواصفات. اذا المواصفات هي اولا يعني قبل كل شيء السلاله. السلاله عندك الشانشيلا في الانثى والبابيون في الذكره، هادو منين تشوفوا يعني واحد الخلفه بحال هكا بحال دابا هذه راه انثى، ما يمكنش انني نخليها يعني نبيعها بالكيلو او نبيعها لشي حد اخر، لا، لان هادو كيكونوا صادقين في التربيه، صادقين في يعني كيكونوا ما كيعذبوش المربي في يعني في التربيه. ثاني حاجه يعني كذاك، يعني الا بغيتوا تخدموا العقل واحد شويه، نجي نقولوا الام اللي ولدت عدد كبير بزاف، سمو غادي يوقع غادي انها واخا هي عندها الحليب ديالها، يعني عندها الحليب في الحلمات ديالها، ولكن ما غاديش ممكن انها ترضع بواحد الطريقه جيده ل 12 فرد مثلا، ولا كاين الانثى اللي ولدت 14، هذاك يعني العدد ما يمكنش انها غادي تكون، لان احنا كنهضروا على يعني الارنب اللي صالح للتربيه. يعني منين تشوفوا واحد الانثى ولدت صغير واحد 4 5 ولا 6 حتى 8، هذيك عرفوا هذوك يعني الانانيب الصغار راهم غادي يكونوا صادقين 100%. علاش؟ لان غادي يكونوا شبعوا حليب في الصور ديالهم. راه كلشي التربيه ديال الانانيب راها متعلقه بواحد واحد واحد الايام الاولى ديال يعني التربيه ديال الانانيب، يعني قبل الفطام، ماشي حتى قبل الفطام، الاسبوع الاول 10 ايام الاولى، هذوك 10 ايام الاولى تما الارنب كيكتسب واحد المناعه، يعني كتكون كتخليه كيقاوم الامراض، بعد هي الاولى كيكون شبع مزيان، يعني كيكبر دغيا كيولي يعني ما كيعذبش المربي في التربيه، يعني مثلا في الوزن ديالو كيتزاد دغيا، حتى الحجم ديالو كتحسوا به كيكبر دغيا. قضيه اخرى، حنا هضرنا دابا على العدد اللي ولداته الانثى الام، يعني ما يكونش بزاف، الا ما كانش بزاف هذوك الخلفه من الاحسن تخليهم، لان غادي يكونوا بصحه جيده وغادي ما يعذبوكمش في التربيه. كاينه قضيه اخرى وهي احنا هضرنا على السلاله، بعد البابيون وشانشيلا هذو ما تفرطوش فيهم. كاينه قضيه اخرى ديال الانانيب اللي مولودين في الصيف والانانيب اللي مولودين في الجو بارد، يعني هضرت عليها في واحد الحلقه ولكن غادي نخشيها في هذا الموضوع، لان الانانيب اللي غادي نحتفظ عليهم وغادي نخصل منهم في الجو بارد، ماشي هما اللي غنخلص نخصل منهم في الجو سخون. غتقولوا لي علاش؟ عاوتاني انا ديما كنحاول انني نخدم معكم العقل، يعني غير بالتفكير، يعني كعمليه رياضيه. واش الانانيب اللي مولودين في الصيف اللي واخا كتعطيهم الماكله ما كياكلوهاش، لان كيكون الاحتباس الحراري، واصلا يعني المربي كيخاف انه يعطيهم بزاف ديال الماكله خوفا من الاحتباس الحراري، يعني ما في الصغر ديالهم هما ما كانتش كترضع، ما كتاكلش مزيان، يعني ما غترضعهمش مزيان. يعني في نفس الوقت هما عاوتاني واخا كبروا عندك الارانب اللي مولودين في فصل الجو بارد، ايا يعني كان الخريف ولا الربيع ولا الشتاء، كيكونوا هذوك كياكلوا مزيان، يعني راهم بصحه جيده، ممكن انني نخليهم ونخصل منهم وما غادي ما غاديش نلقى فيهم مشاكل، غادي يكبروا بواحد الطريقه جيده، غادي يصبروا معايا في الامراض، وغادي حتى الحجم ديالهم غادي نحس به كبير بزاف. يعني حتى الام مثلا غادي نقلب غادي نلقى فيها عدد الحلمات بزاف، نلقى فيها مثلا فوق 12 ماشي الا قلبتيها وتلقى فيها عدد الحلمات 6 100%، لان الكرش ديالها ماشي كبيره باش تهز العدد كبير، حتى الله كيكون عاطيها حتى الحلمات على قد الحال. يعني هاد ثلاثه المواضيع، يعني احنا هضرنا على يعني السلاله اولا، وهضرنا على
الأرانب اللي مولودة في الصيف واللي مولودة في الجو بارد، وهضرنا على اللي ولدات عدد قليل واللي ولدات العدد كثير. هاد ثلاثة النقاط حاولوا أنكم يعني إلا بغيتوا تخصلوا وتربيوا، يعني خلينا من الميزان والكيلو، هادوك قداش ما كان الميزان ديالهم في 3 شهور بيعوا هذاك الشيء. هذيك هي الاساس ديال التربيه ديال الارانب، انهم خصهم يبقاو يدخلوا لك باش انك يعني تكمل المشروع ديالك، يعني تزيد خلفات، تزيد ليكاج، تزيد تشري لهم يعني العلف ديالهم. ولكن القضيه ديال باش يكونوا عندك ثلاثه النقط وتفرط في الارانب ديالك، لا، هذيك غير كتسمى ضياعه. هذيك خليهم كسبهم، يعني ما تبيعوش بالكيلو، كسبهم. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار، حلقه مهمه ومفيده. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه تجميله غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تدعمونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش ديما الخير جاي لقدام، هذا هو الشعار ديال القناه، في يعني قناة تحفيزية بالمئة، ديما الخير جاي لقدام إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.